بعد، فلا زال الحديث متصلا حول هذه المكونات، مكونات البيئة، وهي نعم أنعم الله بها على البشرية وأسعد الله بها الإنسان ليحيا حياة هانية. وقد سبق أن حدثتكم في درس مضى عن تقديم الإسلام، تقديم القرآن للماء باعتباره مادة نفيسة، وحينما يشعر الله تعالى بأهميتها ودورها في حياة الإنسان فمعنى ذلك أنه يجعل الإنسان أمام مسؤوليته أمام الماء، أي فهو لا يزجي فقط نصحاً أو توجيهاً عاماً، وإنما يبين القرآن قيمة وجود الماء ومعنى وأثر انعدام الماء في حياة الإنسان، وبهذا الإنسان يتحمل مسؤوليته عن وعي ويعرف أن الماء إذا كان شيئاً موجوداً فإن فقدانه هو كارثة بالنسبة للإنسان، وهو عدم وجوده معناه انعدامه هو تهديد لوجود الإنسان، لوجود النبات، لوجود الحياة، الحياة مرتبطة بوجود الماء. هذا الشيء ذكرته في 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 لقاءات سابقة. قبل أن أنهي أو واصل أحب أن أقول كان هناك لدى بعض الأساتذة في المغرب كانت هناك مادة تدرس وكانت تسمى الفقه الحضاري. الفقه الحضاري كانت تدرس فيها مواد هكذا من هذا القبيل، لكن يبدو الآن ما ينبغي توجيه طلابي إليه هو أن هذا هو الفقه الذي يؤسس الحضارة، هذا الفقه الإسلامي الذي نحاول الآن أن نلم به من خلال نصوص الفقهاء. ربما يبدو بعض الأشياء أن هذه ليست ضرورية، لا نهتم بالنبات وبالحيوان وبالمجال، مع أن نصوصها قائمة وأحاديثها قائمة وأحكامها موجودة، لكن نحن نغفلها لأن تعودنا أن نفهم الدين على أساس أنه هو معنى العبادات الأقل. هذه عبادات، الحفاظ على البيئة عبادة كبرى، لأن إحياء للنفوس، إحياء للحيوانات، إحياء للمجال كله، إنها جزء من ديننا. نحن ربما مضينا على الطريقة الأولى التي تعرفون أننا ندرس طلبتنا الإسلام مثلا، أو فنقتصر على أحكام الصلاة والصيام وننهي بباب الحج، وقد نضيف شيئا من الحديث عن الرقائق وتزكية النفوس فقط وانتهى الأمر، ويبقى أن الحديث عن كل مجالات الحياة والأمور الحيوية في الإنسان، في حياة الإنسان كلها لا يهتم بها الناس، إما أن لأنها تترك للمتخصصين. تعرفون الكتاب الفقهي من يقرأه الآن؟ لا يقرأه أحد، أي الذي قرأ الكتاب الفقهي في مستواه اللي هو مستوى العبادات يظن أنه قرأ العبادات. العبادات هي جزء من الشريعة الإسلامية، ولكن المعاملات من 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 الشريعة، أحكام الأسرة من الشريعة، أحكام التعامل مع الشعوب، الأحكام السلطانية، الأحكام متعددة من هذا القبيل كلها نسيها الناس، أو كانوا ظنوا أنها ليست فقها، وهذا خطأ كبير، هذا ترسيخ حتى لمفهوم العلمانية. أي نحن الآن ندرس الدين بطريقة علمانية لأننا لا نستدمج باقي العناصر، أي إذا أنهينا الحديث مثلا نقرأ الكتاب، فإذا أنهينا الحديث عن الحج مثلا والأركان قلنا انتهى الدرس أو انتهت المادة ونعود من جديد. فنحن لا نعطيها امتدادا إلا في النادر. حينما تحدثت عن الشركات الفلاحية تحدثنا فيما سبق عن الشركات التي من استهدف بها تنمية الغطاء النباتي، تحدثت عن المساقات، تحدثنا عن المساقات، تحدثنا عن المزارعة، هذه جزء من الفقه، جزء من الفقه لا يجوز تركها وإغفالها، وإلا فإننا لا نستطيع أن نساهم في النشاط الإنساني، لا يمكننا أن نقول شيئا. أي إحنا حينما ننتهي من الحج نسكت، ما عندناش ما نقول، إحنا انتهى،
وهذا يعجب بعض الآخرين. شوفوا ننبهكم لواحد المسألة، وإننا نريد أن نفهم ماذا يجري حولنا. ماشي هو الهدرة، الهدرة بزاف كثير في المنابر وما أشياء لا تفيد شيئا، تخلي الإنسان في حيث كان لا ترد عادة شوية للوراء. ماشي الإسلام هو أنك تغضب، أنك تزعف، لا لا، أنك تفهم. الإسلام هو أن تفهم، ماشي أنك تغضب وتحسب أنك إلا قلت شي حاجة لا لا، مازال ما فهمتش، مازال ما أنت راك خارج التغطية. انتبهوا، هناك أحاديث في بعض فيما يكتب، تنبهوا لهذه المسألة، فيها تهجم على الفتوى. أحدهم كتب في الأشهر الماضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتي. شنو يقول هذا السير؟ يستفتونك؟ قل الله يفتيكم. قال النبي لا يسأل اسم مفتي، لا يفتي. شنو تقول أنت يا؟ هذا كلام قاله شخص عابث وسكت عنه، ما سمعناش الجواب عليه، لا في خطبة ولا في درس ولا والو، مع أن هذا شيء خطير جدا. قال آخر بعده: أنتم تخطئون. هذو الناس اللي كانوا في يوم ما مسلمين كانوا مدينين، لأن مدينين بالجهل، تقول النبي أنكم الناسكم كنتم تخطئون وتتحدثون عن دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له دولة، الله أكبر، لم تكن له دولة. كم درست في الشريعة الإسلامية وشحال فهمت في الشريعة الإسلامية، ولم تكلموا لك على الأحكام كلها. خصنا ننفيه جزء كبير من تاريخ الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مراسلات، وكانت له معاهدات، وكان له سفراء، وكان يعين القضاة، وكان يعين الولاة في بما هو معروف الآن. نحن لا ندعي هذا، هذا شيء معروف بالأسماء. أرسل فلان مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سفيرا معينا هو ذحية الكلبي إلى سفراء إلى ملوك، وذهب هذا السفير وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى كسرى الفرس، وأرسل إلى مقوقس الروم ومصر. كيفاش أنتم تنفيوا التاريخ كامل؟ لماذا ينفونه؟ لأنهم لا يجدون في المتدينين من فهم. المتدينون قبض غير شي هدرة عامة فات عليها الوقت، فات عليها الوقت. ماشي فقط أن نقول هادو أعداء الإسلام وهادو كفار وهادو منافقون، غير خليكم ديك العبارات، أعطيوا للناس المعرفة. أولا قراوا باش تعرفوا الناس، قراوا أنتوما قبل ما تقولوا الإسلام مزيان، قراوا أنتوما، ما توكلوش الناس أنتوما جيعانين، شبعوا أنتوما، كلوا بعد من الإسلام، استفدوا، استغلوا هاد المعرفة ديال الإسلام، عمروا بها، ثم من بعد قولوا للناس قراوا الإسلام. فأنا ألاحظ منذ مدة أن بعض يكتبوا في الفتاوى وأن المفتين وأن الفتوى ليست كذا وهي تطاول وهي والمفتي ليس موقعا عن الله والمفتي شي كلام غريب جدا، أصبح يقال في المنتديات العامة. والغريب أن الناس اللي يكونوا هما مفروض فيهم أنهم متدينون أنهم يفهموا ما فاهمينش واش يقولوا الناس. لماذا يقع الآن؟ أنتم تبعوا هذا الشيء في المواقع، قراوا مزيان، ماشي تقراوا ديك العناوين ولا قراوا. لماذا يقع التهجم على الفتوى والمفتين والمفتي كذا وخصنا لا احد يفتينا والناس كلهم احرار تعرفون علاش؟ لان الفتوى هي ضمان مواكبه الاسلام للحياه. الفقه تراث، ها هو في الكتب ديالو، ها هو في المصادر ديالو، ولكن الناس لا يسالونك عن هذا الفقه القديم، يقول لك يا فلان وقعت لنا نازلة كذا وكذا وكذا، فما حكم الله فيها؟ إذن لما تقلت ما حكم الله فيها تفتي. لما تفتي أنت ليس مفتي، لن تكون مفتيا فقط لأنك قرأت الفقه القديم، لا، يجب لأن تكون مفتيا في قضية يجب أن تعرف الفقه بمدارسه القديمة، وتعرف طرق الاستنباط، وتعرف قواعد تنزيل الحكم على الواقع. إن عمليات معقدة جدا. ثم تقول ما شنو هما يقولوا؟ قلت لماذا تقولون هذا حكم الله؟ لأننا نقول إن المفتي موقع عن الله، لا ماشي موقع عن الله، على من هو موقع؟ هو ليس موقع عن الله؟ طبعا على من؟ هذا الذي جاء يسألك عن شيء يجي إنسان يسألك، ما قالكش يا فلان أعطيني رأيك، قالك الله يخليك ما حكم الله في كذا؟
ما جاش يسولك على الرأي ديالك، وكان مشي يبغي يسولك على الرأي ديالك يمشي يسول شخص آخر عالم اجتماع مفكر، ما قال لكش، قال لك الله يخليك أنت درأت الشريعة وقريت في كتب العلماء قريت، فأسألك عن حكم الله كما تعرفه وأنا أبلغه حكم الله. ما تقوليش أنت نائب عن الله، لا أنا لست نائبا عن الله، أنا أكشف لك حكم الله بحسب الوسع البشري أي بحسب طاقة البشرية، ولذلك الفتوى ليس فيها الدعاء الإطلاقية، أنا بحسب ما يتيسر، بحسب ما يتيسر للإنسان أنا أفتي. إذن المسائل واضحة الآن، هذه أشياء أنتم ربما ما كنتم تنتبهوا لها، لأن احنا ننتبه غير المسائل اللي فيها الصخاب واللي فيها الضجيج واللي فيها المسائل العامة اللي يعرفوها العامة كلها، والتي تجعل الناس يتفاعلوا معها بسهولة وبيسر. ها؟ لا، كاين أشياء أعقد من هذا وخطر. لما يبقى يقول لك هذا ماشي حكم الله، إذا ما مشات الشريعة ما بقاش، ما نبقاش نتكلموا، إذا نتكلم أنا وتكلم أنت وتكلم الآخر، وذلك تقادوا كل شيء. لا، أنا قلت فتوى، قلت لي هل فلان كذا يريد أو لا يريد، نقول لك يريد بموجب ماذا؟ بموجب قول الله تعالى كذا وكذا وكذا، إن فأنا أحدثك وأصلك بالله. أنت باش غادي توصلني بالرأي ديالك؟ انتهى الدين، فهمتم؟ انت لذلك كاين غصة عند بعض الناس من الفتوى، كاين غصة من الفتوى، لأن الفتوى تبقي الإسلام حيا ومواكبا، لأن هؤلاء يقولون إن الإسلام انتهى دوره في القرن تقريبا الخامس ولا العاشر، انتهى. نحن نعيش وقتا جديدا، نحن نقول لك الآن مستطع باش نجاوبك، ماشي من القرن، من العشر قرون نجاوبك، ماشي، لأن عندنا كليات، عندنا أحكام نستطيع أن ننزلها على الواقع وانتهى. أنا عندي حكم في أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ها عندي حكم. أتقوليش الآن ظهرت منتوج جديدة أو المنتج جديد، قبل كان الناس يسكروا بالخمر، الآن ولا يسكروا من بعد بالحشيش، من بعد ولا يسكروا بالماريخوانا، من بعد ولا يسكروا كيف كيف. عندنا الحكم عام، ما أسكر كثير احنا ما عندناش حكم، احنا في الكتب الفقهيه ما عندناش انواع، باب خاص بالشيره وباب خاص بالقرقوبي وباب لا 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 لا، عندنا حكم عاد، وديك الاسماء كلها تدخل، لاننا نتحدث عن العله. العله في منع الخمر شنو هي؟ اذا ما أسكر انتهى، ما تبقاش تدوخنا انت تجيب تقول لا خصني انا خصني تكون الحكم، لا ما عندناش هكذا، الا اذا اردنا بحال اللي قلت لشي ناس في الدرس، ولكن نعاودها لكم. لما بغيت الانسان يتملص من الحكم يبدا يدير، وهذا هذه هي الشيء اللي يجري في الخبايا، هذا الشيء اللي يكون اللي نتكلم عليه هو اللي راه يوقع. واذا كان بغيتوا تقراوا تما وتشوفوا ذوك الكتب، ذيك المواقع اللي اختصاصيه في مواجهه الاسلام، هذا هو الكلام ديالها. يقول لك شي واحد مشي في البادية، مشى قال شي زوجته ما تعمل كذا، قالها راه هي طالق، إن طلقها المرة الأولى ولا الثالثة، مشى عند الفقيه ديال غير ديالهم ديال البادية اللي فيهم، قالوا الله يخليك أنا نطلق، قلت لزوجتي هكذا كذا كذا، واش هي طالق ولا ماشي طالق؟ قالك عرفت الفقيه على قدو، قال له استنى نشوف، وبدا يقرأ الكتاب والآخر يشوف، قال هادشي اللي قالوا الفقهاء هنا، المرأة اللي قلت لها كذا راه طالق، صافي زعما يتهنى. قال الله يخليك شوف 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 واش قالوا هذا الحكم، واش فيه ذاكرين فيه عيشه مرتي ولا شي مره اخرى، خصو ما تجيب لي الحكم فيه عيشه مرته ولا باش عاد ياخذوا لك، واش هكا يكون الفقه؟ هكا الفقه؟ احنا نتحدث عن العمومات، عن الاحكام العام. لذلك حينما نقول ان الاسلام صالح لكل مكان وزمان، يقول كيف صالح لكل، اجي نوريك كذا صالح لكل زمان، نعم نقول لك كذا، لانك لا تفهم الاسلام كيف يكون. الاسلام صالح لأن له أشياء نص عليها تنصيصا، ولأن له عللا، ولأن له طرقا في تمديد وسحب الأحكام على النوازل. إذا كنت ما تعرفش هذا الشيء معناه أنت خصك تعلم، ما خصكش تهضر في الإسلام، خصك تعلم الإسلام، تعلمه، قرأ، دي واحد شوية ديال الوقت، قرأ واحد 5 سنين ولا 6 سنين في الإسلام، وما من ما عجبكش يناقشني، ولكن في الحالة اللي أنت لا تعرف فيها الإسلام، أنت ماشي اختصاصك باش تهضر في الإسلام، ما تعرفش الإسلام. ستفسد انت اختصاصك حاجه اخرى، روح تمشي لحوايجك، وانا ما عنديش الحق باش نتكلم في اختصاصك لانني لا افهمه،
وكيفاش تعرف 15 كلمه في اللغه العربيه ونعطيك القران تلعب فيه، واللي كتبوا في المجاز ديال القران شحال هما، واللي كتبوا في العام المراد به الخصوص، اللي كتبوا فيه المقيد المطلق، واللي كتبوا كلشي داكشي نسمحوا فيه باش انت تبقى تلعب بالقران نتايا او لا بالسنه النبويه او تخرج لنا شي عجب عاوتاني. وهذا هو اللي الفوضى الان اللي كاينه من جاي من هذا الباب. اذا فاعود فاقول ان هذه الاحكام الفقهيه التي تحدثت عنها أو بعضها، إذا جمعها بعضكم، إذا أراد بعضكم أن يشتغل بها، بعض طلاب العلم تحت هذا السقف وهذا المعنى، أي فقه الحضارة. الحضارة نشأت، الذين يدرسون الحضارة كجدران وهندسة المدن وكذا وكذا، هذا جميل، هذا مظهر الحضارة. لكن سبب الحضارة والفقه الذي أنشأ الحضارة هو الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي والتوجيه الإسلامي هو الذي أسس للحضارة. الإسلام قال إن من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما ذكرت لكم في حيال الموات. هذا أصل، هذا الأصل هو الذي مدد نسبة وجود الغطاء النباتي. كان كل إنسان يعمد إلى أرض غير مستغلة فيستغلها يصبح مالكا لها. إذا كاين شي حاجة ديال هذا، كاين أمور أخرى، أي أحكام أخرى. إقطاع، ماشي الإقطاع ديال الأوروبي، الإقطاع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي فلان قطعة ويقول له هيا لك لتستغلها. هذا الإقطاع ألم يكن نوعا من التنمية؟ هو تنمية مجالية، تنمية نباتية، والناس اشتغلوا عليه. إذن فالحضارة لم تنشأ هكذا، نشأت من أسسها الإسلامية، من توجيه الديني، وما قال فيه الإسلام لا فهو لا. لماذا لم تنشأ عندنا نحن صناعات مرتبطة مثلا عندنا في بلادنا مرتبطة بالخمر مثلا وبالخنزير؟ ما كانش عندنا احنا الخنزير أصلا، والآن ما موجودش، موجود في البوادي في البراري والناس يطاردونه، ولكن ما عندوش في صناعة ديالو جلود الخنزير في الرها والاحشاء ديالو. مثلا بالنسبه لو مشيتوا لاسبانيا مثلا، غتنزل في اسبانيا تجبر روحك مع الخنزير ما تدخله وانت فيه، ويباع. احنا ما عندناش، لان الاسلام قال لا فيه، انتهى الامر. فمن اشتغل به او اكله فانما ياكله ظلما، والمجتمع يحاسب على ذلك. ما غاديش غدي يتبجح من الناس يقول لهم انا ابيع الخنزير. قول لو باع الخنزير لما كان احنا كانوا عندنا في وجده كانت عندنا ضياع، وكان عندنا مزارع هنا موجوده كان فيها خنازير كثيره جدا، لان الاسبانيين الفرنسيين كانوا موجودين وكانوا يبيعوا فيها. لكن من بعد ما مشاو المقيمين اللي كانوا هنايا من الفرنسيين او الاوروبيين، ما بقى حد يشري عليهم الخنزير، مشاو هما وخنزيرهم مشاو. ولات الاراضي الان مستغله. انا عارف الاراضي اللي هي مستغله الان السكن والعمران، وكانت بعضها هنا ضيعه كبيره في حي، هذا حي المساكن كيسميه حي السلام، قبل كانت ضيعه كبيره ديال الخنازير، وكانت الخنازير فيها كبيره جدا. انا رايت هذا انتهت، لان الاسلام لم ياذن بها. يتكلموا ولا يتكلموش، الاسلام ما كاينش هذيك، فليس له شرعيه. ولكن احنا نفس القضيه عندنا مثلا الخيل ليست من فقهنا المالكي اصلا، يكره اكلها. فلذلك لم تنشا على لتربيه الخيل بهذا المعنى، وذبحها واكل لحومها وكذا واستغلال. لا، الخيل عندنا استغلت في الجهات التي أذن فيها. الخيل استعملت في الركوب، استعملت للمسابقات، استعملت للزينة، لتركبوها وزينة. ولذلك قال المالكية إن الله لم يذكر من الخيل أنها تؤكل، لأن لما تتحدث القرآن، وهذا القرطبي صاحب المفهم يقول بأن الله تعالى لما تحدث عن الأنعام لتاكلوا منها، لما تكلم عن الأنعام قال لتاكلوا منها، ولكن حينما تحدث الخيل والبغال والحميره والبغال لتركبوها زيد، ما قال شي حاجه اخرى. قال لو كان من شأنها ان تؤكل، قال لذكر ذلك كما ذكره في قضيه الانعام.
البقار والخلا الملك قال ومنها تأكلون، يكون فيها من أنفع ومنها تأكلون. فالقرآن أساسا أوجه، ما النتيجة لهذا؟ على الحضارة تأثرت بهذا. الخيل عندنا في غالبا استعملت لأغراض من هذا القبيل، ولذلك الخيل التي كانت عند المسلمين راقية، مش الخيل العادية، خيل راقية لأنها تصلح للزينة. الآن ما يتكلموا الناس عن مهرجانات ديال الخيل في 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 الجديدة مثلا، أو يستعملوا مثلا التبوريضة، ولا عن أي شيء يتحدثون، ماشي عن الخيل المطلقة التي تؤكل، لا، عن خيل جميلة. لذلك الخيل التي تؤخذ للزينة يجب أن تكون تعرف المواصفات ديال الخيل وخبراء وناس، حينما يفاضل الناس بين فرس وفرس هذاك علم آخر، وكيف يجب أن تكون قوائمه، كيف يجب أن يكون تكون رأسه، كيف يجب هذاك الشيء، لأنهم يلاحظون فيه جانبا هو جانب الجمال. والخيل دائما كان الناس يأخذونها واشتقوا منها الخيلاء. الخيلاء تعرف فلان فيه خيلاء، لأن الخيلاء مشتقة من الخيل، الخيلاء مشتقة من الخيل، لأن الخيل حينما تسير تتهادى وتترنح وفيها جمال، فيها جمال، ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ذكر الله عنها ذلك، وتكلم عن أشياء أخرى من هذا القبيل. والبغال كذلك فيها الجمال، ولذلك جمال وفيها تؤدى. لذلك كانت الخيل عندنا للفرسان وللشباب وللمتسابقين، وكانت الخيل للكبار في السن تقريبا. القاضي لم يكن يركب الفرس، يركب البغل، القضاة، العلماء كذا، لأنها بطيئة، ولأنها ليست نزقة، ليست طائشة. لذلك المعروف أن الفرس للشباب، ونشوفوا الآن، أنا تشوفوا الآن في هذه المهرجانات ديال المسابقة، الآن الشباب هم اللي والكبار يلا يربيوا لهم ولا يعلموهم وصافي، لكن ما يصلحوش لذاك الشيء. والخيل والبغال طبعا لهذا، طبعا هذا كله كان توجيه إسلامي للحضارة، توجيه إسلامي للحضارة. هكذا أي كل كلمة كان يذكرها القرآن كانت تعطيك أثرها في الحياة. وذلك ذكرت لكم هذه الفكرة باش تهتموا بها، وهي فكرة الفقه الحضاري أو فقه الحضارة، ماشي الحضارة، الحضارة نعرفها. أخذوا أي كتاب من كتب الحضارة، ستجدون يتحدثون عن النظم، يتحدثون عن نظام الوزارة، عن نظام الحسبة، عن نظام القضاء، عن أنظمة الجند إلى غير ذلك. تعرفون هناك كتب تتحدث عن هذا. أدم ميتس هذا كتب كتابا مهما جدا رائعا دائما أذكره، كتاب أدم ميتس الحضارة العربية إلى القرن الرابع، كتاب مهم جدا في تعريف الناس بالحضارة العربية. وانتم خصكم تشريوا هذا الشيء باش ما غاديش تبقاو غير قاعدين في الجامع وقاعدين سنتوا الدرس ومشيتوا بحال اللي كنت تفرجوا الفيلم، كي يكمل الفيلم تنساوه، سجلوا. فأدم ميتس ماشي مسلم هذا، ولكن كتب كتابا في مجلدين ممتاز جدا في توصيف الحضارة العربية، ولكن هذا يتحدث عن الشكل وعن المظهر، ولكن نحن الآن نتحدث، يجب أن نتحدث عن العمق، عن الذي الأفكار التي أسست الحضارة، وهذه لا يمكنكم أن تعرفوها إلا إذا دخلتم إلى كتب الفقه الإسلامي، قرأوا الفقه الإسلامي. ما تكلمنا كل مرة عن البيئة، أنا أوريتكم المرة الكتاب ديال البيئة، قلت لكم شوفوا الدخل قرأوا، تجدون أن كل شيء كان له حكم فقهي. راه ما تصورش الناس كانت تشتغل بعشوائية. البناء صومعة إشبيلية بنيت بإشارة العلماء، وحينما أراد الناس أن يضعوا هذه التفافيح ثلاثة ديال التفاحات، كانوا هما الأندلسيون يفعلون هذا تادم، احنا ما نديروش هذا الامر، ياخذوا الصومعه ويبنيوا الصومعه ويبنيوا فوقها واحد، احنا نسميوه التفافيح، انا نسميوه الجامور هو ذوك واحد الحديده الفوق اللي تجي الفوق، يديروا فيها ثلاثه ديال التفاحات، ثلاثه دويرات، واحده ثلاثه كبيره تكون تحت، مسطى الفوقانيه
غالبا يديروا فوقها هلال، يمكن يديروا هلال يمكن ما يديروش. الاندلسيون كانوا وضعوا هذه التفافيح الثلاث، ولكن وضعوها من ذهب، وهم كانوا يقصدون شيئا، كانت هذا يفيد انه حينما يرسل القمر اشعته في الليالي المخمره تبدو تلك التفافيح كانها مشتعله، تبلينا هي من ذهب، وحينما تنعكس عليها نوار القمر تبدو كانها مضيئه. هذا رفع هذه التفافيح كما يذكر ذلك بعض المؤرخين كان بمحضر العلماء والفقهاء في إشبيلية ورفعت هذه، وكان مشهد معروف ذكره المؤرخون، ربما انتم رجعوا له في كتب التاريخ. حينما استولى الإسبان على إشبيلية سقطت، اي سقطت المدائن ومدن إسبانية، خص الإنسان يشوفها كيف كانت منيعة وكيف كانت حصينة وكيف كانت جميلة جدا، غريب جدا لما كان ما تركه المسلمون في الأندلس، ما كانش بحالنا هكا. الأندلسيين كانوا شي حاجة أخرى في الأناقة وفي النظافة وفي الجمال وفي تقدير الأشياء، غريب جدا. فحينما سقطت إشبيلية كان أول ما فعل الإسبان أنهم أخذوا تلك التفافيح، سرقوها، قلعوها، لأن ذهب ما لهم داوها ولا باعوها ولا، ونصبوا مكانها حديدة، حديدة عادية، وما عندهم الآن يديروا حديدة ويديروها إما حديدة عريضة هكا ولا بعض ما يديروا صورة ديال ديك ولا شي حاجة، ويبقى يدور مع الريح. كيجي تشوف هذا راهم يديروها بعض المرات حتى في بعض المداخل غير مدخلة يديروا فيها، كي الريح تبقى تدور تدور مع هذا، هو صافي هذا فين وصلوا هما، ديك يدور في الخلا في السماء، زنقة ما صافي غير زنقة ماشي شي حاجة ديال فسموها الخيرالدة، الخيرالدة أي الدوارة. إيوا حنا ما كانتش الدورة كي كانت جميلة جدا، المهم أن هذا كان بإذن العلماء، كان بإذن العلماء. حينما كان الناس يضعون الإنارة في مسجد القرويين، قرويين كانوا يضعون المصابيح طبعا المسرجة بالزيت، بالزيت هاد الزيت كانت طبعا المصابيح كثيرة جدا، وفي بعض المرات كانت تستهلك شيء كبير من الزيت. فسألوا العلماء كيف يفعلون، فكان بعض العلماء يفتي بأن هذه المصابيح العادية تسرج والكبرى لا تسرج، وإنما تسرج في بعض الليالي في رمضان، في الليالي التي يكون فيها شبه احتفال، وفي باقي الأيام يقتصر على هذه معروف فتاوى كانت عند ما كانوش الناس يتصرفوا بنفسهم. ثم أخذ المغاربة، وهذا مما فعله المغاربة، أخذوا من تلك الأجراس. الآن كاين في القرويين كاين جرس مسيحي مأخوذ ووضع وعدل بحيث أصبح فيه ما أصبحت فيه مصابيح، ولكن إلى الآن مكتوب مكتوب بالألفاظ بالحروف اللاتينية إكس وفي وكذا. ما شفتوش أنتم، ما شفتوش القروي، ولا تمشوا تشوفوا شريوا شي بلغة ولا شي حاجة ولا شي صباط ولا شي ياك. مهم جدا هذا، هذا هذا شي حاجة كبيرة جدا، هذا يعتبر هذا سميتو هذا الفان، هذه ثريا، ثريا في الاصل، ولكنها ثريا اصلها كانت هذا الجرس، اصلها جرس وعدلت ورفعت في هذا المكان، ثم هذه احتاجت الى اصلاح في المده الاخيره، فاضطرت او احتاج ذلك الى ان تنقل إلى مختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية لتضبب ولتصلح، لأن كاين أشياء مهمة جدا نفيسة، منها هذا ومنها المنبر، من أقدم المنابر منبر القرويين، فيه أثر اشتعال، فيه أثر حريق وكذا، ولكنه من المنابر التاريخية. لماذا فعل المغاربة ذلك؟ والعلماء المغاربة، العلماء، إشارة العلماء المغاربة، ماشي المغاربة العاديين،
لأن هذا الجرس هو جرس غنمه المسلمون من غزوة التي جاءت فيها المسيحيون ليخرجوا الإسلام منها، غزوة وادي المخازن. فاللي شافوا راه داير وادي المخازن هذاك، فباش المغاربة يقولوا الناس تعرفوا هذاك الجرس راه هو اللي جابوه لكم، لأن كان مرشح أن يوضع فوق القرويين، لأن الذين جاءوا في الصليبيين من الصليبيين الذين جاءوا تعرفون معركة وادي المخازن وما جرى فيها وكذا. ومعركة المخازن كانت المعركة الحاسمة في تاريخ المغرب وتاريخ الإسلام في هذا، لو انهزم المغاربة كانت تكون كارثة. وقام المغاربة وصدوا هذه الحملة التي كانت تتشكل من ثماني جنسيات أوروبية، ما كانتش غير البرتغاليين. الناس يقولوا البرتغاليين كانت عندهم الزعامة، ولكن الجنسيات لأن البابا أذن بذلك وكانت بإذن من البابا، وعلى أساس اقتلاع الإسلام من المغرب، لأن المغرب عندهم كما يرون هو بلد كانت فيه نصرانية، والمغاربة ليسوا إلا مرتدين، وهكذا يسمون الآن المغاربة في الكتب الدينية عندهم ليسوا إلا مرتدين، أنهم كانوا مسيحيين وارتدوا عن المسيحية، فيجب إرجاعهم إلى المسيحية من جديد. فبما أن المسلمين انتصروا في تلك المعركة أخذوا ذلك الجرس وعلقوه في المسجد القرويين. مع الأسف الشديد المغاربة ما يعرفوش هذا الشيء، يمشي لتماك ويبدا يدور في الجامع وكذا ويشوف هذا، ولكن ما يعرفش يشوف سميتو، ما يعرفش يشوف المنبر، ما تعرفش تشوف الهندسه، ما تعرفش تشوف اماكن تدريس، وكل شيء كان بنظام غريب. باب واحد، باب من الابواب ديال القرويين كثيره جدا، باب واحد يسمى باب الحفاة، او باب كان الناس لا يستطيعون، في بعض المرات ليست لهم احذيه، فقراء يجيو من الاسواق ويتمشاو يبيعوا في السوق، ما كان يتمشى غير تعرفون كاين بعض الناس اللي ما كان عنده لا صباط ولا كسوه مزيانه ولا، ولكن يحتاج ان ياتي الى المسجد. لكن ما يجي المسجد ما يدخلش مع الباب، يدخل مع باب الحفاة، راه في التالي ديال القرويين، روحوا شوفوا عرفت. ولما تدخل تجد في الدخل في المدخل ساقيه ديال الماء، كان الماء ديال القرويين قبل ما تدخل تفوت الساقيه يوضعوا رجليهم في ديك الساقيه، لان يكونوا رجليهم مسخين بالتراب وكذا باش ما يتحرموش، ويغسلوا رجليهم داك التراب وداك الشيء ويدخلوا. الا بغاو يتوضاوا في السري، الا بغاو يتوضاوا في الخصه وكذا، ولكن باش ما يلوتوش. الناس كانوا يعرفوا على كل حال هذه حضاره ديال انا قلت لكم الفكره التي ذكرت لكم، وهي ان هذا الذي نتحدث فيه إذا شئتم أن تشتغلوا عليه، لأن بعض الطلبة وبعض دائما يسألون عن البحوث، هذا اللي غادي يقدم للمسلمين، ماشي التخربيق والمنامات والتخرخير اللي رحنا غطسنا فيه، راه بقى كل شيء الآن المسلمين غادي يبقوا بلا عقل، هذا الشيء الجو اللي رحنا فيه غير بلا عقل، حتى حاجة ما قايمة لا على أسانيد ديالها، لا من الكتاب ولا من السنة، غير كل واحد يكذب على الآخر وكل واحد يرضي الآخر، أنت ولي الله وأنت كذا وأنت مؤمن وأنت كذا. احنا في الهم والناس راه غادي ديتنا دينا ببرامج ما ندوروا في ولادنا نجبرهم مشاو، ما ندوروا بنسانا نجبرهم نساو، كاين اللي مكلفينو بالنساء يديو لك النساء، وكاين اللي يدير لك الاطفال، وكاين اللي يدير وخت لك يخلي لك شي، الا بقى لك شي شواب نخليهم عندك في الجامع حتى يموتوا. الشباب نديروا لهم منظمات شبابيه وكذا مشى، والنساء غادي نديروا لهم حتى هما منظمات تاعهم، حتى هما يطالبوا بالارث وكذا وكذا مشاو. وشي اخر الا بقى لك شي واحد متخلف ولا شي واحد خليه، او راه حنا خلينا لك في الجامع ديرو انت بحال لاكيردوري تما، بقى قابضو تماك عندك في الجامع، والدنيا راه ماشي. يجب ان يكون عندنا يقظه. الاسلام لا يخدم بغير علم، العلم هو الذي يعلمنا ماذا نفعل ومتى يجب ان نتحرك وكيف في اي اتجاه يجب ان نتحرك. لذلك انا اضطرت لكم هذا واصل كلمات، قلت ان الاسلام في هذا المجال، لان بغيت من بعد ان شاء الله اللقاء المقبل احدثكم عن مفهوم التلوث. الناس يتحدثون عن التلوث في العالم بالمفهوم، لكن نتحدث ان شاء الله بالمفهوم الشرعي، وستجدون ان التلوث بالمفهوم الشرعي عميق جدا وشامل وواسع، وهو عباده، اي محاربه التلوث جزء من العباده كما يقدمها الشرع. الآن
أنهي بالحديث عن حماية الإسلام لمصادر الماء. مصادر الماء هي كثيرة ومتعددة، منها الآبار، العيون، الأنهار والبحار كذلك، هذه كلها فيها ماء، هذه فيها كلها فيها مياه، وهي تورد الماء وتوفر الماء للبشر. الإسلام نظر إليها نظرة خاصة، بمعنى أنه يجب في إطار المحافظة على الماء كما سبق أن بينت لكم وحماية الماء، تتعين حماية مصادر الماء. هذه عين موجودة في مكان، قد تستنبع منها مياه فيستقي منها الذي توجد في أرضه، ويستقي منها أيضا أناس تذهب إليهم تلك المياه. هؤلاء الذين تذهب إليهم تلك المياه لهم حق فيها، هي ليست، هي لا تنبع في أرضهم، تنبع في أرض أخرى، لكن ذلك الشخص الذي تنبع هذه العين في أرضه ليس مالك لها على الإطلاق، هو له حق، هو حق الاستفادة منها، وإذا استفاد فلا بد أن يترك الماء يصل إلى الذي يليه إلى الذي يليه. هذا الحق يسمى حق الارتفاق، حق الارتفاق، أي لا مثل حق الطريق، ويسمونه حق المسيل، المسيل. هذا كان أمرا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي تقول السيرة السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء، أيوة هذا أمر. والصحابة صحابيان اختلفا في شراج الحرة أو في الماء، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صاحب الماء الذي الماء ينبع في أرضه يسقي ثم يترك الماء للآخر. لكأن هذا الشخص الذي كان الماء في أرضه أراد أن يستأثر بالماء، أراد أن يستأثر بالماء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه عليه أن يترك أن يسقي النخلة حتى يبلغ الماء الجذرة ثم يطلقه الذي ما لم يخليش يدير فيه مسبح. إذا اكتفى وبلغ الماء الحد الذي يكون وقد سقى به يطلقه للآخر، وهذا معروف هذا في الفقه الإسلامي، وله فيه تفاريع وتفاصيل كثيرة. نحن نتكلم على شيء دين واحد آخر، على الإسلام هذا شيء دين آخر غايب، هذا هو اللي وقع. إذن فأولا يجب حماية منبع الماء ومصدر الماء. مصدر الماء هو العين، هو النهر، هو البئر، يجب أن يحافظ على هذه البئر المؤنثة. كيف ذلك؟ يعتبر بأن ما حول البئر مما تحتاجه الذي يستعمله هو يسمى حريما، ومهم جدا كلمة الحريم، خصكم تعرفوها في الفقه الإسلامي. الحريم هي المسافة التي يحتاجها من يشغل أو من يستعمل البئر، وهذه المسافة إما أن تزيد وتنقص إذا كان هذا الذي صاحب هذا البئر يستعمل البئر لسقي النباتات فهو لا يحتاج حيزا كبيرا، لكن إذا كان يحتاج البئر لسقي المواشي فحريم هذه البئر يجب أن يكون واسعا بعيدا. لماذا؟ تعرفون هذا الأمر الذي كان يقع قديما، كان الناس يحتاجون إلى هذا السقي، كانوا ينزلون إلى البئر شيئا، ماشي هو الدلو اللي يقول الدلو ديال احنا نعرفه في بلادنا هنا غير الدلو، ولكن في مناطق أخرى في الصحراء الآن كاين،
الرشيدية وكذا عندهم طريقة أخرى كانوا يسقون بها قبل. طبعا من الآن كاين الموتورات وكاين، وهي واحد الشيدل كبير طويل وعنده رأس منا يؤخذ مقبض منا ومنا فيدخل في 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 الماء في الماء ثم تسحبه الدابة جمال أو ثم يخرج. فإذا خرج هذا ماشي هو دلو غادي نقول لكم سميته، يوضع في 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 ساقية أي طرفه في ساقية فينبعث منه ماء كثير يخرج من هذا اللي كان ممكن لم تكن هناك محركات. هذا يسمى لا 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 هذا يسمى الغرب، الغرب العربية يسمى الغرب. ولا يزال أهل الغرب، لذلك بعض النبي صلى الله عليه وسلم تكلم لا يزال أهل الغرب يقول إن إما أنه أهل الغرب بمعنى المغرب أو الغرب وهو الدول اللي ما يشبه الدول الكبير. وهذا كين الشعر العربي القديم الغرب، وصف الغرب أحد الشعراء القدماء شعرهم مغمور يتحدث عن الغرب كيف أنه يسقي يؤخذ به الاستقاء إما للمواشي أو كأن عيني في غربي مقتلة. سجلوا غير هذا لحلكم تجبروا هذا البيت، دوروا عليه في شيء في شيء في شيء في المواقع لكم تجبروه، لأن هذه قصيدة نادرة. كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا. وهذه قصيدة طويلة جدا من ويصف الغرب ويصف الضفادع حينما يصلها الماء وأنها تقفز حينما يصلها، قصيدة جميلة جدا لأنها تتحدث عن البادية كيف كما كان. إذن هذا أسلوب كان في الاستقاء. إذن فلا بد أن يبقى للبئر المجال الذي يسمح بحركة الدواب أو المواشي التي ما تجيش هو عنده بئر وتبلع عليه، فلا بد تخلي له فاش تمشي الدابة وترجع. هنا البعض اختلفوا في 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 هذا في المسافة، وفيه هل هو 45 ذراع أو غير ذلك، ولكن الذي عليه المالكية، المالكية هذا الفقه المالكي هنا يقولون إنه ما تدعو إليه الحاجة ما نحدوش في شي حاجة. هذه البئر أو غيرها يقول فيها عندنا نص جميل جدا للقاضي عياض، قاضي عياض له نص في هذا يقول إن حريم البئر هو ما تحتاجه البئر حتى لا تضايق ولا يلحقها الأذى من ظاهرا أو باطنا. هذا كلام الجاحظ، كلام القضية، لا يلحقها من ظاهرا ولا باطنا، أي ما هو من ظاهري ما يمكن أن يفسدها ويمنع الاستفادة منها، ومن الباطن يقول عياض أي ما يمكن أن يكون ضررا للبئر حفر ما يؤذيها من أو يوصل إليها النجاسات كحفر كنيف، أي الكنيف مرحاض إذا حفر بجانب بئر فإنه يفسد البئر في أسفلها، لأن هذا حينما يصل هذا الماء ينزل فيصل في نهاية المطاف إلى المنبع، وحين يشرب يستقي الناس من الماء يشربون ماء ملوثا. في معامل كنت تكلموا مع القاضي عياد ولا معامل؟ هذا قاضي عياد ماشي لسينيسمو ولا ماشي شركة ليديك، شريت يتكلم القاضي عياد يقول يجب أن يتفادى هذا، لا يحفر، لا تحفر بجوار البئر مثلا شيء مما يمكن أن يلقي إليه النجاسات لأنه يخاف من تلوث البئر. شحال هذه اللي كان خصنا نعرفوا باللي هذا الأمر هو جزء من الهندسة. احنا ما عندناش مشكلة، احنا ما نعرفوا هذا، احنا نديروا البئر ونديروا قدامه
الميضاك بحال بحال. بالآن شوفوا كاين 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 مشكلة وقعت في زمن المهندسين ماشي في زمن القاضي عياض، داروها المهندسين ما داروش القاضي عياض. الآن البادية شنو كان فيها؟ كان فيها مصادر المياه قليلة، كان الحاسي بئر والناس يسقيو بيدو زوج ثلاثة وياكلوا ويشربوا صافي، ولا توضا ولا يغسلوا صافي. كان لا يمكن كاع في ذاك النهار ما يخرجوش 10 ديال 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 السطوله اللي يحتاجوه، لان متعب. والمراحيض ولات قد تكون في البيت، راه موجوده في الدار من هي في الجهه الاخرى. هكا كان الامر عادي، لكن الان وقعت واحد العمليه ديال وصل البيوت بالماء الشروب. تعرفون الان باللي البوادي دخلتها السقاقي، تعرفوا هذا الامس هذا دخلت للديور تقريبا ماشي كلهم ولكن كثير من البيوت ما كانش عندها الماء، وفرحوا الناس الحمد لله جا وصلنا الماء، كنا نمشي وكنا نسقي وكنا كذا والحمد لله الماء جا كثير. تحل السباله وراه الماء يهود، ايوا وفين يمشي السي هذاك الماء؟ في الماء تقول الماء لما تقول لما راه كاين بزاف هو دبر له على الواد الحار فين راه؟ ما عندكش واد الحار، عندك غير ذاك الميضه اللي راه يمشي لهذاك الماء من بين الصناع. فولات مشكله كبيره جدا الان في بعض البوادي، وكاين اللي شعر وكاين اللي ما شعرش بان المياه نفسها الان موجوده في الارض كثرت، لان دايرينها يلاه دايرينها في واحد دايرينها مطموره ولا كما يقولوا محاسي مهمل بوي بيردي بمعنى مشي، وبقى الماء تما. قبل كان هذا كان يتحمل لان الماء كان قليل، والان الصباح ويطلقوا له من الصباح ملي يحلوه من عندهم السقايات تمشى وفين يمشي الماء؟ مش تاري يمشي لذاك المطموره من بين السلاح، بان ما بقاش بقى تسرب لمنابع الماء. مصادر الماء كلها الان اصبحت معرضه للتلوث، لذلك لا يمكنك ان تفكر في الماء أو في استخدام الماء إلا إذا فكرت في صريف الماء. هذا الشيء اللي كان. ماذا فعل المغاربة؟ نتكلموا على المغاربة، نحن ما نتكلموش على جهات أخرى ما نعرفوش مزيان. الذي قاله الباحثون الذين تعقبوا أن المدينة المغربية ناخذ فاس كان يدخلها النهر. تعرفوا فاس كان يدخلها نهر. نهر اللي اسمه الوادي الجواهر، وكان يدخل كل البيوت، عنده طرق باش يدخل حتى في الحيط داير لهم في سميتو، وكان يدخل المساجد لان المساجد كلها كان فيها الخصات، وكانت في فاس حمامات كثيره الناس يحتاجوها للوضوء. كل المدن ديالنا فيها الحمامات للطهاره والنظافه والاغتسال من الجنابه، كل المدن كما بغات تكون صغيره ولا كبيره. هذه المياه لما أدخلت إلى المنازل وإلى المساجد وإلى الحمامات وضعت بعد ذلك قنوات للصرف الصحي. فهناك مدن مثلا بحال فاس كان فيها كما يذكر ذلك جوزيف لوسيوني أكثر من 57 كيلومتر تقريبا 56 كيلومتر ديال قنوات الماء الواد الحار صرف صحي في فاس، وكذلك في مراكش بعض الحوالات فيها ان وجده كانت فيها تقريبا حوالي 45 كيلومتر ديال الصرف الصحي. احنا ما كناش نشوفوا هادشي غير البلديه هي اللي خصها، لا وكان كل ذلك ينجز بمال الاوقاف. كان ينجز هذه ماشي حضاره هذه؟ سباقنا قبل ما يتهضروا كانوا الناس عاد ناعسين، احنا كنا نهضروا هذه الهضره، كانوا الناس مازال ما فقوش راهم عاد بداوا يفيقوا، شي راه يفيق شي. الآن الناس في قراص من النعاس، ولكن الأكيد أن هذا الفقه كان هو الذي وجه وكان يوجه. إذا ذلك هذا الكلام الذي ذكره القاضي عياض له أهمية كبرى في احترام منابع الماء. الفقهاء يقولون إن كل ماء يجب أن يحفظ له حريمه. النهر فيه ماء جوانبه هي حريمه، لا يجوز الإنسان أن يستغل جانب جانب الماء جانب الواد نهر ويسكن فيه ويقطع الطريق على الناس، لا. فيجب ان يبقى الحريم بمقدار، الفقهاء بعضهم يقول بمقدار نصف
العرض ديال النهر. معنى عندك النهر، اذا كان النهر مثلا في العرض ديالو 100 متر فخصك تخلي 50 متر منه و 50 منه، لا يجوز لاحد ان يستغله. والسواقي قد تكون ساقيه في 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 بستانك، ولكن الجوانب ديالها هي حريم لها، يحتاجها تحتاج اليها لكري. الكري هما الكري هو هو التشطيب، هو ازاله الاتربه، وهذا حق. وهذا الفقهاء يقولون هذا الكر هو حق من حقوق السواقي. فلا يمكن للانسان ان يعتدي على منابع الماء ويتصرف فيها على اساس انها ملكه، بل هذا فقه مع الاسف الشديد اضاعه المسلمون وما عرفوش، ما قراوهش كاع نهائيا، اسمحوا فيه، لانهم ما قراوش الكتاب الفقهي، ما قراوش الفقه الاسلامي. قراو الان الكل اللي بغى يتكلم على الاسلام يشوف شي كتاب ولا شي جريده ولا شي مجله وبقى يلتخ، وراه غير راه خارج الاسلام، راه خارج، راه كاع ما دخلش، راه يهضر غير برا ويتعصب وكذا والاسلام ماسي. جبدنا المسائل ديال الاصول الاسلاميه هي المقررات اللي ماخوذه من الكتاب والسنه. القرآن الاسلام ماشي كل واحد يصنعه كما يشاء، له اصوله ونحن نقدم هذه الاصول بالطريقه العلميه، والناس بعد ذلك ينظروا ليعرفوا بعد ذلك لماذا كان الاسلام خالدا. الاسلام عنده اصول حضاريه، اللي يقدر يتصور يهزم الاسلام راه غلط. الاسلام ماشي هش، ماشي ساهل انك غادي تطيح وغادي تورك عليه ويجي لنا ابدا. الاسلام يحتاج فقط الى التعلم. مشكله المسلمين انهم لا يقرؤون، وانهم علماء من الاول، دوريجين يخرجوا علماء يهترفوا حتى يشبعوا حتى يطيحوا ويقعدوا لنا تبقوا احنا في. فيجب ان ندفع بالشباب خصوصا بالذكور وبالاناث الى ان يعودوا الى القراءه الصحيحه. ماشي الشهاده، انا نقول شحال من مره، ماشي الشهاده، ماشي تبقى تجري تجري حتى تدي الدكتوراه وتمشي تنعس. الله اعلم الله بديك الدكتوراه كي درت لها؟ قرن العلم. الشافعي ما كانش دكتور، الامام مالك ما كانش دكتور، الشاطبي ما كانش دكتور، ولكن كانوا علماء. الا درت شي شهاده غير باش تاكل الخبز الله يسامح ما قلنا لك، ولكن ما تسمحش في العلم. ما تقولش انا صافي انتهيت، انا شمت القريه، القريه غير تمشى معاها تمشى تمشى معاها. الان غير نتناقش ونبقى نعطيها سميتو الهضره الخاويه. انا دكتور وخصكم تقولوا وقفوا كي تشوفوني وقفوا، انا دكتور. راك دكتور ولا ماشي دكتور؟ ما انت دكتور وماشي عالم. دكتور واخا والعلم ما عندكش، العلم ما يجيش بالدكتوره، يجي بال المسلمين لما تشوفهم يجلسوا في المسجد ويديروا جماعات هكذا ويقراوا كل شيء، يقراوا الرياضيات، اللي عنده الرياضيات يقرينا الرياضيات، الرياضيات ماشي سهل، اللي عنده الفيزياء يقرينا في المسجد، اللي عنده الانجليزيه يقرينا، مهم اننا احنا نقراوا. انا اذا قريت الانجليزيه الان ولا تجي تقول انا درت واحد استاذ يقول لك ما انا درت لكم واحد الدرس اللي هي ديال الالمانيه، سنرحب به، قل الله يجزيك بخير، ما تعلمنيش الاسلام الخاوي اللي راك تهضر لي عليه، قريني الالمانيه قريني، وحينئذ سنرفع المستوى. واذا ما رفعناش المستوى غادي نهضروا ونهضروا والحياه تمشي للجهه الاخرى، وفي التالي غادي نكتشفوا انفسنا باننا كنا نضيع الوقت لبعضياتنا. اذا ان شاء الله الباقي في اللقاء المقبل ان شاء الله اتحدث. شنو شحال غادي يكون في الشهر في السبت الجاي؟ ها؟ أربعة؟ واش أربعة؟ أربعة ما يتيسرليش باش نكون إن شاء الله، غالبا ما نجيش. أربعة ما يتيسرليش، ما بعدها إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.